بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مثال المرة دي على الماب في الكوليكشنز. الماب مهم جدا. الماب ده بيخزن كي فاليو بيرز، يعني بياخد كي، يعني كي وفاليو، كي وفاليو، يعني لكنك فاريبل وبيساوي قيمة كده، بنسميها انتريز. الكي ده يونيك دايما، لكن ممكن الفاليوز تبقى متكررة، مش مشكلة خالص. تعال نشوف الفكرة. قلت امبس ماب، قلت ماب اوف زي سيت اوف وزي كده بنفس الطريقه، فاقول له 100 تو سابور، خلاص يبقى الكي 100 والفاليو سابور، كوما 101 تو مهيمن، يبقى الكي 101 والفاليو بتاعته مهيمن، وهكذا. طبعا خدوا بالكم من حاجه، اقدر اخلي الكي سترينج، واقدر اخليه نمبر، واقدر اخليه اي نوع، يعني الداتا تايب هنا ما فيش مشكله، وبرده الفاليو ممكن اخلي الداتا الفاليو تبقى اي داتا تايب، يعني مش مرتبط. هنا المره دي هنا جت الكي رقم والفاليو سترينج، بس ده مش شرط في البناء. المهم، وحطيت 102 بسمله، 103 كحيل، كده عملت ايه؟ امس ماب، عملت ماب للموظفين. طيب هبرنت لاين كل الكيز اللي هي 100 101 102 103. في امر بسيط جدا ممكن يطبعهم لي، ايه هم؟ ان انا اقول اسم الماب اللي هي امس ماب، وهقول دوت كيز اول كيز، خلاص. طبعا تلاحظوا بقى هيبقى عندنا كيز بس، هجيب لي اول كيز. عندنا برضو شوية functions كتير ممكن تساعدني يعني. فأنا هنا هقوله مثلا في عندي dot values، ناخد بالكم بقى في keys، في size، في values، get value معينة وتديله ال ID بتاعها كده. فمثلا برضو من ضمن الحاجات ممكن نقول if ان 101 in ال inbus map، بتفهم ان دي بتفهم لكنك بتعمل search جوه ال inbus map، بتعمل search بالكي، لكنها بتعمل سيرش بالايه؟ بالكي. فما اقول له اف ان 101 ان ماب، الماب اي ماب ايا كان اسمها ايه، هيريتيرن ترو لو لقى الكي ده موجود، وهيريتيرن فولس لو كانت الكي ده مش موجود. فلو كان موجود هقول له الفاليو باي كي 101، طبعا برضو الايه سلاش دبل كوتيشن عشان كل النص ما بين دبل كوتيشنز، سلاش مش سنجل كوت. ايوه بالظبط كده. فعملت فاليو باي كي 101، وي هطبع ايه؟ هطبع اقول له ايه؟ امبس ماب، عشان اجيب بقى الايه الفاليو. ممكن اقول امبس ماب اسم الماب وما بين زي اري بالظبط، بس بعت لهم بقى ايه الكي اللي انا محدده اللي هو 101، مش الاندكس. ها هنا كي مش الاندكس، مش زي بقى الايه الحاجات التانية. كده هو هيجيب لي مين؟ هيجيب لي الكي دوت. ممكن اعمل نفس الفكره بالعكس بالفاليو بقى، فاقول له ايه بسمله، انا اقول له بسمله ان الامبست ماب، لا كده هيحصل ايه؟ لا هيحصل ان هو بيدور جوه الكيز، فانا اقول له لا امبست ماب دوت فاليوز، فهنا الفاليوز اكنها ازري، يبقى بسمله ان الايه الاري دي ولا لا، فيرد عليا برده بترو او فولس. في الحاله دي اطبع اي مسج كده زي ما انا عايز، ان انا اقول له مثلا الفاليو اللي اسمها بسمله مثلا. طلع الصوره هنا بس الطباعة بس مش مهم. يبقى كده ايه عرفت ان انا ازاي ابحث سيرش بالكي او بالفاليو، خلاص. اذن ماب موجوده في الماب، بس ما انا موجوده في الماب. وبرده في طريقه تانية ان انا اقول امبس ماب دوت، في عندي كونتينز كي وفي كونتينز فاليو، يعني بدور على كي او بدور على فاليو، وفي كونتينز، فانا هقول له كونتينز فاليو، ودي طريقه ثانيه، وهقول له هدور على فاليو مثلا بتاعه كحيل مثلا، فهو هيرد على برده بترو او فولس مثلا، فيقول لي برده موجوده او مش ايه موجوده، القيمه موجوده ولا ما هياش ايه موجوده، اسلوب اخر. فقلت له ايه فاليو كحيل از ان ماب، وهكذا. ممكن نجرب كده ولا نعمل حاجه كمان. ماشي، نعمل برنت لاين الامبس ماب، وهقول له كولون كولون كلاس، عشان اوريكم ده جاي من انه كلاس اصلها جاي من الماب. وهعمل كليك يمين ورن، فتلاحظوا ايه؟ هنا بس كنا المفروض اول فاليوز مش اول كيز، ماشي. مش مهم، الكيز بتاعتي 100 101 102 103، صبور مهيمن بسمله كحيل، تمام. وال101 قال لي ده مهيمن، قال لي بسمله موجوده، كحيل موجود، وقال لي دي مبنيه على حاجه اسمها لينكد هاش ماب من جوه مين؟ من جوه الجافا.